ولا وقف هنا. ماشي يا عمو، يعني هروح فين يعني؟ ده احنا في المديرية حجري. ما تتحركش. اهلا عم السيد. مخور يا حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعمل ايه يا عم السيد؟ والله ما عارف انا بعمل ايه، هم طلبوني وانا جيت لهم بسرعه. ده انا كنت جاي لك الفرش النهارده عم السيد. خير في حاجه ولا ايه؟ اصل كاتب كتابي يوم الخميس الجاي. ما تشغلش بالك، بدلتك عندي بالقميص والكرافته والجزمه والشراء. طب ابوس ايدك يا عم السيد، ما تذبحنيش، ده انا داخل على جواز ومصاريف يامي. يا راجل عيب عليك، وانا من امتى ذبحتك يعني؟ طب بالله عليك يا عم السيد كده، هو الطعم يعمل له بتاع كام؟ تصدق اهو ده عيبه. اديك صباعي تاكل دراعي. هي دي ظروفه يا سياده اللواء، اموره الماليه متلخبطه ومتعقده، وكمان اموره العائليه. هو بره يا سياده اللواء، ادخله لسيادتك؟ هنا ست شربات وهنا اربع قمصان، مش كده؟ خمس كاوتشات، ها خمسه. طب اقول لكم ايه، انا جالي بروفرات سين، انما ايه حكايه تلبسها من هنا تحس انك قاعد قدام النار. قاعد قدام النار ايه؟ ده انت النار ذات نفسها وسعرها مهاوت في الارض. يا عم ما تبصليش، تبقى ادفع اخر الشتاء. خمس بروفرات صيني. في ايه يا ابني انت؟ هو ايه اللمه دي؟ كل واحد على مكانه. لا 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 مؤاخذه يا باشا، انت عارف يعني اصله فرح مغاوري، فحبينا نوجب معاه نعمل معاه الصح. اثبت يلا عشان تخش جوه دلوقتي. ماشي اوقف.